السلام عليكم أستاذ أمير. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش موضوع الحلقة اليوم؟ بس أتأكد. من وين جنابك؟ من فلسطين إن شاء يا الله، أهلا بك، سكان أهلا ألمانيا. ومرحبا، يا أهلا وسهلا. تفضل، ماذا استفادت الأمة؟ اللي هو الحديث اللي قصدك عنه، بتسمح لي بس أقرأ الحديث على السريع؟ ألو؟ اي نعم، انت معي. تسمح لي بس اقرا الحديث وشرحه على السريع؟ لا 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 لا، انا اريد الاستفاده، انا ما اريد شرحه. الاستفاده. طيب نعم. الاستفاده حسب ما فهمت انا انه قرار الرسول هذا النوع من اللهو المباح اللي فيش فيه خروج عن طاعه يعني الله. ما فيه خروج او ما فيه اشي من المحرمات، يعني الاشياء اللي حرمها ربنا. اي نعم، فإنه الرسول سمح بهذا ولكن في حدود الشرع، يعني بدون ما الواحد يخرج نعم. او يترك يعني ما المحرمات يشرب في هذا زايد. الموضوع. نعم، ما يطلع يرقص. نعم. طيب شو خلاص. لا بس خلينا واضحين، احنا ما بدناش هو اي نعم، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الغناء والدفوف، لكن ليست بانه انت مثلا يعني مثلا هسه شلون اضرب لك مثال؟ تفضل. يعني ما اعرف، ممكن تضرب لي مثال؟ انا ما جاي اقدر اساعدك، عيني ساعدك والله. شو انت عمالك بتدلس مبدئيا بس، ولكن وين عمال ادلس؟ انت هذا مو كلامك، انت مو قلت اجاز الضرب والدفوف والغناء، ولكن مو بطريقه خارجه عن الحدود. انا اريد اعرف ما هي الحدود، انا اريد اعرف ما هي الحدود. الغناء اشي والضرب والدفوف اشي تاني. غناء وضرب دفوف، ايش الشيء الثاني؟ بس ايش الشيء الثاني؟ ذول المطربين المساكين لما يغنون تحاربونهم، ذول نفس المغنيات، نفس المغنيات اللي ببيت نبيك بالضبط، هم هذولك قبل موجودين ببيت نبيك، بس ما كان عندهم بعض الآلات الحديثة. في بعض الآلات الحديثة للأسف نبيك ما لحق عليها للأسف، وإلا كان يقبلها يبوس يقول الله نعمة عظيمة هذه. فكان اكو دفوف قبل، هو لحق على الدفوف. اليوم الأغاني بتحس على قلة الأدب، على السفالة، على المحرمات، على الفواحش. هذا الفرق. يعني أنا شو اسمه الأغنية اللي كانت تغنى هون، كانت تحكي عن قصة معينة، وكانت غناء بدون استعمال الدفوف وبدون استعمال الآلات الموسيقية. هاي وين؟ هذا مش الشرح اللي موجود اللي قلت لك أقرأ لك إياه، وقلت لي بديش أنت بس تستكيل شائدة. والله كذاب، هنيئا لك ما شاء الله، هنيئا لك. شلون ما في دفوف وابو بكر وعائشة في دفوف؟ هنيئا لك. مين اللي حكى في دفوف؟ وين اللي حكى في دفوف؟ واذا اثبتت لك الان في دفوف شو تسوي؟ اتفضل اثبت. لا نريد، احنا نريد تحدي. ليه بتكيش دبر؟ لا اريد تحدي، ما دام تتحدى انا اريد اشوف. انا اريد تتحدى الان، شنو تسوي مثلا؟ السب ربك طول 60 ذراع ولا شو تسوي؟ يلا اريد تحدي قوي. شايف اللي شاطر. انا والله العظيم هاي المعلومه ما انطيك اياها والله، الا اذا تنطي شيء، لازم تنطي شيء، ما اقدم لك اياها. لا شايف الفرق بيننا وبينكم ان احنا بنحكي الحق بدون اي مقابل. الان هذا اترك عنك، هذا قبه الصخله اتركها عنك، هاي جاذبيه قبه الصخله مو بيدك، لين عايش في فلسطين اتركها. لو الان قريت لك روايه بيها ضرب دفوف، شنو موقفك؟ انت بدي اياك تقرا لي هاي الروايه. نعم، ما هو موقفك اذا الان قريت لك بالروايه في دفوف؟ يا عمي اذا انت اثبتت لي انه في دفوف بتكون انت اظهرت الحق. جيد، اظهرت الحق في اي شيء؟ في انه كان موجود في دفوف، وهذا الشيء حرام صح؟ هلا هذا الشيء انا حسب ما بعرف انه حرام. حرام حسب حرام ولا حرام؟ قولها عدل، لا تخاف. حرام الحمد لله. اي الحمد لله حرام. فالان اذا طلعت لك روايه بيها مزمار الشيطان ودفوف في بيت النبي. لا روايه، ليه طلع لي روايه؟ انت احكي الروايه اللي بالصحيح. هو انا راح اطلع لك روايه. نعم الان راح اقرا لك روايه في صحيح البخاري، روايه صحيحه، روايه في صحيح مسلم، تقول انه في بيت النبي في دفوف مع ذن اللي غنن الثنين. جيد. بس الله يرضى عليك بدون تدليس، يعني خلينا واضحين كثير. لا ما في تريد انت تطلع الروايه، ادخل على الجوجل. ادخل والله انا شفت هالروايه هيها قدامي. لا ادخل على الجوجل، ادخل على الجوجل. ما هيني بالجوجل. ادخل راح اعطيك روايه الان تقراها، انا اريدك انت تقراها. ما هي الروايه قدامي والله قدامي هي.
لو سمحت اكتب اللي اقوله علشان تقرا الروايه لو سمحت، عشان اقرا اللي انت بدك اياه. طيب ماشي، خلينا نكتب. يلا خلينا نمشي معك. دقيقه واحده كويس افتح. يلا كتبت. طيب بس دقيقه واحده. ايش اكتب؟ تفضل اكتب. في ايام منى، في ايام منى، منى تغنيان وتضربان. وايش؟ تضربان. تغنيان تضربان وتضربان. ننطي بحث. يلا ادخل على الموقع واقرا بصوت عالي، اريد اسمعك. أن أبا بكر رضي الله عنه عندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. خلص انت قريت الدفوف، خلص بعد. يلا شو رأيك؟ طيب ماشي بشوفها وبرجع لك يعني. ليش تشوفها وترجع لي؟ دفوف يعني بشوف الشرح، بشوف اذا في تبرير لاي شيء من هذا الحكي يعني. في تبرير لانه انا زي قلت لك انا معلوماتي انه في تبرير، في تبرير للدفوف اللي انت كنت تشوفها حرام. انا اقول لك يا راح يقولوا لك هذه الدفوف حلال. روح يلا روح. والله انا واضح معك. يلا خلاص حسب معلوماتي انا بعرف. نعم روح خلاص، شكرا لك، بدون حكي زايد. شكرا حكي.